بشكركم من كل قلبي على هالمناسبة اللي بتعطوني إياها حتى أنا أكون معكم، وبالأخص بهذه الظروف الفرحة الكبيرة اللي نحن عم نجي لنعيد بقدوم جسمان الكاردينال غاجانيان، اللي طبعا مثل ما كثيرين منكم سمعوا عن حياته عن سيرته من يوم اللي خلق ليوم اللي وصل على سدة البطريركية، ومن ثم حتى في الكونكلاف يوصل لقداسة الباباوات. ولكن المهم بكل هالمرحلة اللي نحن اليوم عم نعيشها بفرح كبير هي بساطة وتواضع هذا الشخص اللي رغم كل أعماله وكل مرتباته اللي أخذها بحياته ظلوا متحد مع ربنا بالصلاة وبالتواضع وبالمحبة الأخوية. هذه هي الرسالة المهمة اللي بتاخدنا على طريق القداسة. ووجوده معنا أو وصوله إلى أرض لبنان هي ما هي إلا نوعا ما نقطة انطلاق وتشجيع لهال المحيط العائلي اللي طبعا جميع أفراد هذا الوطن العزيز حب أنه يستقبلوا بحفاوة كبيرة بحفاوة وطنية. وهالوطن اللي مرور الزمن تعزم من كتير مراحل بحياته، والكاردينال غاجانيان بذات الوقت كان أحد الأشخاص اللي خدم وساعد وأعطى من حياته بظروف كتيرة للمصالحة وللتقارب وللمحبة وللتناسق والتعايش مع بعضنا البعض. فهذه هي المناسبة أكثر شيء اللي بهالأيام الصعبة اللي بتحيط فينا بهالبلد وبكل شرق الأوسط عامة، عم بيجي لعنا شخص حب هالأرض وبذات الوقت كمان خدم هالوطن، وهو من الأشخاص اللي مباشر قبل استقلال لبنان حتى بسنة 1943 أعطي له الجنسية اللبنانية، وكان أول من أوائل الأشخاص الدبلوماسيين اللي نالوا حتى جواز سفر الدبلوماسي اللبناني. فلذلك هذه كل هالعناصر وكل هالمراحل اللي بنشوفها بحياة الكاردينال غاجانيان تربطه ربطا قويا بهالأرض وبهالشعب اللي هو حبه والشعب اللي حبه بذات الوقت. وهذا هو التعاطي بين الشخص الآتي والجمهور اللي عم بيستقبل. فلذلك نحن بناخذ هذه الفرصة فرصة نوعا ما روحية واجتماعية ووطنية بذات الوقت. الكاردينال غاجانيان كان عندي الحظ الكبير انه انا عايش 5 سنوات بروما، وكنا كتير قراب وكنا بنشوفه وبنستسقي منه روح القداسة، روح التواضع، روح المحبة، التنازل لبعضنا البعض. هذه كانت نوعا ما بدون ما يكرز او يرشد او يعطينا بحياته بيوميته اللي كان بيعيشها معنا، نحن كنا بنستسقيها من حركاته من كلماته من ابتسامته من صلواته اللي كان بيعملها معنا. فلذلك بنشوف انه طبعا بحياتي الخاصة كمان بقدر اقول انه اثر كتير علي حتى انا كمل طريقي بدعوة الكهنوتية لأوصل للكهنوت وضلني أمين حتى اليوم. هذه هي العلاقة الحميمة اللي بتخلينا نكون نضلنا مرتبطين رغم 53 سنة اللي مرقت عن مماته. بتشوف انه رجع ظهر لنا بجسده الكامل اللي نوعا ما علامة من العلامات وليس فقط العلامة الوحيدة
علامة من العلامات أنه ربنا راد يعطينا شخص اللي مشي على طريق القداسة واللي اليوم نحن عم نشتغل بدعوة لا تقديسه يكون جسديا معنا، لأنه هذا الطريق هذه الأرض ما عطيت إلا القداسة. وبهذا الطريق وبهذه المناسبات من بطريرك الدويهي إلى بطريرك الأرمن الكاثوليك ومن قبلهم القديس شربل والقديس رفقة وكثيرين من القديسين اللي شربوا وأكلوا من هالأرض، أرض اللبنانية، أرض لبنان، أرض القداسة. فحبذا أنه نحن نقدر نستفيد من كل هالأمثال اللي بتحيط فينا حتى نقدر بالمسامحة لبعضنا البعض وبالمحبة المتبادلة بين البعض نقدر نسير سوية بالتعايش المشترك بين جميع الأطياف الموجودة على هالأرض المقدسة.